ابتداء من تفتح اصدار شباب وهي كتشهد اقبال كبير على تعلم اللغات خصوصا اللغه الانجليزيه. السن اللي عندي انا في الحصه بحال اللي شفتوا دابا عاد ما بين 6 سنين من 11 عام، والحصات عندنا جوج مرات في الاسبوع، عندنا الثلاثاء والخميس. وانا جد سعيد ملي كنعلم هاد الاطفال اللغه الانجليزيه، واللغه انتم يعني بحال اللي كيعرفها كاملين لغات العصر، واللغه ديال يعني ديال العالم كامل، يعني اللغه الانجليزيه يعني فيما مشيتي في العالم تضربيه. وبالنسبه للاطفال صغارين عندهم ديك الشغف ديال تعلم اللغه الانجليزيه، وعندهم اقبال كبير وكيفهموا مزيان، يعني ما عندهم شي تاخر في الهضره ولا شي تاخر في الكتابه. الحمد لله كل شيء مزيان، وحنايا ماشيين معاهم خطوه بخطوه. أسادت اللغة الفرنسية بدار شباب نور الدين الصائل التي تم افتتاحها في وجه العموم، والتي تستهدف فئة الأطفال والشباب بمختلف الأعمار. أنا جد سعيدة بتقديم الحصص اللغة الفرنسية لفائدة الأطفال المتمدرسين، والحمد لله كان إقبال كبير بالنسبة للأطفال والتلاميذ والشباب من دار شباب نور الدين الصائل اللي تبارك الله عليها مجهزة بأحدث التقنيات و يعني المبتكرة. الحمد لله كان إقبال كبير. أنا اسمي نورا، كنقرا في السبعة، عاملة هنا في دار الشباب نور الدين صيال، عاملة لانفورماتيك وعاملة الفرنسي الأساسي، دا كيشرحوا لنا مزيان، وهذا الشيء اللي غادي يفيدنا في المستقبل، وغادي يعطينا واحد الحاجه كثيره اللي غادي نتعلموها في الخدمه ديالنا ملي غادي نكبروا ان شاء الله، وبزاف ديال الحوايج. وكنشكر الوزاره اللي عملت نظر شباب في وسط الحي ديالنا اللي كتجينا قريبه وماشي بعيده. هنا عمران بعال، كنجي دار الشباب نور الدين الصايل باش نتعلم حصص الدعم ديال اللغه الانجليزيه باش تفيدنا في المستقبل. أساسي كيشرحوا لنا كل شيء، وكنشكرهم مشرفين على هذا الشيء. أنا صفاء بوسلهام، كنقرا في الثانية إعدادية القصبة، كنجي ندار الشباب نور الدين الصايل باش كنعمل دروس إضافية ديال الدعم عند الأستاذة مرتين في الأسبوع، وباش كنستافد. هذا المركب الشبابي والثقافي نور الدين الصايل المتواجد بالمدينة القديمة لمدينة طنجة تم إنشاؤه مؤخرا، وهو تابع لقطاع لمديرية الشباب ومديرية الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب جهة طنجة تطوان الحسيمة. هذا المركب يحتوي على نادي نسوي ورياض الأطفال دار الشباب اللي كنتواجدوا بها حاليا، والتي تعتبر فضاء مفتوحا في وجه ساكنة الحي والجمعيات والأندية للاشتغال على كل ما هو ثقافي تربوي وفني، وهو يضم عدة قاعات منها قاعة متعددة اختصاصات، قاعة للرسم من إعلاميات للدروس، قاعة موسيقى، ويشتغل طيلة الأسبوع ما عدا يوم الاثنين والعطلة الرسمية. من منذ افتتاح المركز عرف إقبالا كبيرا في عدة مجالات الثقافية الفنية التي تهم الشباب أيضا، لا من السكنة ولا من المناطق المجاورة.